الله معكم. نحن اليوم بأحد الشعانين، بهذا اليوم المبارك منعيد للرب الآتي لينقذنا من بهيميتنا ويرفعنا بفصحه لرحابة حرية أبناء الله. هو عيد التحرير، تحرير نفوسنا من كل ما بيخلينا أسرى الأرض وظلمة وظلامة. هو عيد استقبال المسيح ملك على حياتنا كلها. اليوم مع أبونا باسيليوس متري رح نوضح معاني أحد الشعنين واللي بيتليه مساء صلاة الختن الأولى. الله معك أبونا. الله يخليك. صوم مبارك. صوم مبارك للجميع إن شاء الله. نحن كنا بالحلقة الماضية حكينا عن سبت لعازر. ليش بيصير هيدا التراتبية؟ يعني سبت لعازر من بعده بيجي أحد الشعنين. هذا الأحد اللي نحن وصغار ما كنا نعرف قيمته، بس نحبه كتير بطريقة مش طبيعية. يعني كنا نخبي التياب والبوت حد التخت وما نصدق كيف بدنا نقوم لحتى ناخد الشمعة، ونحب قصة الزياح، قصة هالبهرجة تبع العيد. بس حقيقة بالعمق بتلاقي العالم كله قاعدين برا، يعني عم بيسطحوه، ما عم بيفوتوا على العمق تبع هيدا المعنى، وضجة وعجقة وخفقة، وبس بينطروا أمتين الزياح لحتى نعمله ونفل. بس هو عنده معنى مثل ما عم نحكي بالمقدمة، تحرير النفوس ونملك يسوع على حياتنا. فليش بتصير هيدي التراتبية وشو الرمزية تبع أحد الشعانين؟ طبعا أحد الشعانين هو وكأنه الكنيسة حطت أحد الشعانين وهو خارج الصوم المبارك. نعم. حتى نحن وكأنه نحن نتذوق قيامة الرب بيوم الشعانين. نعم. وأكيد يعني الرب أقام ثلاث قيامات، عمل ثلاث معجزات قيامة. الحدث الأبرز هو قيامة لعازر يلي هو ضل في القبر أربعة أيام وجسمه أنتن. صحيح. فبالتالي الرب أقامه من بين الأموات. مشان هيك الأشخاص يلي هن طاعين إلى أورشليم بيوم الشعانين هن أشخاص شهدوا إلى قيامة لعازر، وهن وكأنه طالعين وبصحبة الرب. شافوا هالعمل العجائب تبع قيامة لعازر كبرت شعبيته ليسوع وطلعوا وراه ليمجدوا. أكيد. وحتى الفريسيين هنيك وخدام الهيكل كانوا عم يستقبلوا الرب يلي هو مجترح قيامة وعامل معجزة وأقام لعازر ذي الأربعة أيام. وطبعا مثل ما بيقول التراث وكأنه كان لعازر وإخوته معهم بيوم الشعانين طالعين إلى أورشليم حتى ينصبوا يسوع المسيح ملك على حياته. التقليد بيقول هيك. أكيد. اللي استلمناه من الرسل. نعم. طيب إذا بدنا نحكي عن قدسيته لعيد الشعانين ودخول يسوع إلى مدينة أورشليم، شو بنستخلص منها؟ يعني هالدخول للهيكل شو له معنى بحياتنا نحن كرمزية؟ بإنجيل لوقا بيصور لنا يسوع المسيح وكأنه هو على الطريق نحو أورشليم. الرب عيونه إلى أورشليم وهو طبعا بيريد أنه يكون ملك على حياتنا، بس هو ما كان بيريد يكون ملك مثل ما الناس بتريده، مش ملك أرضي بده يحكم على الأرض. أكيد. مشان هيك هو يعني بيوم الشعانين عم بيفوت على هالمدينة العاصية اللي هي فتوة الملوك، ولكن هو فات بطريقة متواضعة، ما فات مثل ما بيفوتوا الملوك على أحصنة وعلى عربات من خيول، فات على جحش ابن أتان. يعني هيك بيفوت على حياتنا أبونا. أكيد. يعني بهالكتير من التواضع السلاسة وبيبقى ناطر لحتى نحن نفتح، يعني بملء إرادتنا وبملء حريتنا. طبعا رمز الجحش معروف، كلنا كنا نقول نقى جحش مش حصان، لأنه كرمال التواضع والوداعة اللي بده يفرجينا إياها. وهيدا شيء بيخلينا نعرف نتعامل مع بعضنا البعض بكتير من الوداعة، لأنه ما في أنصح حدا بفوقية، بخسره يعني ما بيعود يسمعني. فكيف استقبل الناس يسوع؟ واللي بيزعل انه كل هالهتافات تبع هوشعنا يا ابن داوود مبارك الآتي باسم الرب انقلبت. يعني منفوت بعدين باسبوع العظيم منحس العالم والشعبية هي كلها محلت. شو صار بالضبط؟ ليش هيك صار؟ طبعا الناس استقبلوا يسوع بسعف النخل وأغصان الزيتون. نعم. استقبلوه كملك. طبعا هو كان بيريد انه نحن نستقبله كملك سلام،
مش كملك حرب ملك السلام وملك قتال. هذا الشيء كثير اساسي بحياتنا ونحن لازم نعيشه طبعا. نعم. هو الشعانين بيحمل معنى النصر اللي هو غلبة ملكوت الله، وسبق هالشيء الانتصار على الموت بقيامة لعازر اللي هي السابقة لقيامة المسيح. يعني كأنه عم بيقلنا الرب يسوع رح يجي يوم تشكوا بقيامته، بس أنا رح أعمل شيء مسبق. واللي بيقرأ بيتمعن منيح بالإنجيل بيشوف أنه مش أول قيامة بيعملها الرب يسوع مع لعازر، في عدة قيامات، يعني ابنة للأرملة، في البنت تبيتا بيقول لها تبيتا قومي. فبتعتقد أنه الرب عمل هالقيامات بس تحننا على شعبه اللي عم بيعيش معاناة، يعني الموت وخوفه من الموت، أو ليقلنا أنه صدقوا بعدين قيامتي؟ أكيد يعني هالقيامات مقابل قيامة الرب يسوع المسيح، وكأنه هي تأكيد على أنه الرب يسوع المسيح قادر على أنه هو يحكم الموت وما بيغلبه الموت. وهيدا الشيء طبعا نحن منلاحظه وقت اللي كل التلاميذ كانوا معه وكل الشعوب مشيوا معه بصحبته نحو أورشليم بيوم الشعانين، ولكن بيوم وقت اللي هو يسلم الرب يسوع المسيح ويصلب ما بيضل معه حدا. طبعا واحد من الرسل بيسلمه، واحد من الرسل بينكره 3 مرات، ولكن بالتأكيد كل الأشخاص اللي كانوا حوله بيرجعوا بيتذكروا من بعد، يعني من بعد العنصرة وقت اللي هن حل عليهم الروح القدس، بيتذكروا فعلا انه الرب يسوع المسيح كان عم يخبرهم عن قيامته هو فعلا، وساعتها هن بيصدقوا هالقيامة. وطبعا من بعدها ما بيعود شيء يقدر يغلب الكنيسة. بطرس الرسول يلي هو بينكره 3 مرات بيرجع وبيموت كرمال الرب يسوع المسيح. بيستميت كرمال الرب أكيد. يسوع، بيروح على الموت بإيديه. اشتراكنا بالزياح أبونا شو له دليل؟ يعني هل هو مساهمة منا بالبعد الخلاصي لهالحدث؟ لما نحن بنكون عم نزيح بنكون مبسوطين، بدنا نتصور وما بعرف شو، ويبقى الخورة عم بيرتل مع الجوقة قدامنا لحالهم، حرام ما معنا خبر شيء، بس نحن ملتهيين نلتفت على الفيديو على الكاميرا الفوتو ولناخد ونوقف على جنب خلال الزياح ونتصور مع أولادنا. قديش لازم نكون بالزياح يعني عارفين هيدا البعد الخلاصي لهالحدث اللي عم نمشي بهالزياح فيه؟ ما بعرف شو بدك تقلنا هون. بالممارسة الفولكلورية إذا بدنا نسميها تبع عيد الشعانين، نحن لازم نتمثل بالأطفال. طبعا هيدا العيد منه هو عيد للأطفال فقط، وهذا شيء أساسي بحياتي. وأحلى شيء أنه بيستحوا الكبار يحملوا شمعة، بيقولوا الشمعة للصغار، مش مزبوط، ما نحن عم نحمل نور العالم، يعني بالعكس لازم نفتخر حاملين شمعة ومزينينها بسعف النخيل ونمشي فيها. هلأ سعف النخل طبعا هي كانوا وقت اللي يستقبلوا الملوك يحملوا سعف النخل، علامة الانتصار، هي علامة الانتصار طبعا. والأغصان الزيتون هي بتدل على السلام 100%. فبالتالي نحن ما لازم نستحي انه نحن نعبر عن ايماننا القويم بهالعمل. نعم. هذا وبهذا الزيح. والشيء الاساسي انه طبعا ما انه عيد للاطفال، ولكن هو عيد بنستعيد فيه نحن طفولتنا. ايه مش عيد تصميم ازياء للاطفال اكيد. لازم نطلع بقى من هالفولكلوريات، يعني حلوين. وانا عم بقول لك يعني انا وصغير كنت كثير انبسط، يمكن لانه كنا بايامنا نحن مش مثل هلا في هذا الجشع، يعني مش كل يومين نشتري ثياب لاولادنا، كنا من الموسم للموسم ننبسط بالاشياء الجديده يوم العيد. هلا في كل شيء متوفر يعني وبكل وقت وبكل دقيقه تغيرت الامور، بس كنا ننبسط بهذا العيد، يعني ننطره مناطره. هلا الكنيسه بتريد انه نحن نعيش الاعياد يوم بيوم. نعم. فبالتالي نحن بنقول ايها المسيح الاله، لما اقمت لعازر من بين الاموات حققت القيامة العامة. نعم. فإذا الكنيسة وكأنه هي عم تحطنا محل لعازر. نعم. أنه أنا وقت اللي بكون بيوم الشعانين بدي أعيش مع الرب وكأنه هو أقامني أنا شخصيا من بين الأموات. مش بس هو عيد الأولاد وعيد التصوير، هذا مهم يمكن وبيخلي الأولاد يفرحوا، ولكن الشيء الأساسي حلو خلينا الآخر بس يخلص الزياح، خلينا بالزياح ماشيين باحترام هالقد روحانية عم نفهم شو عم بيصير.
في كمان ترتيلة بتنعاد من سبت لعازر لا أحد الشعنيني كمان بيقولوها بالزياح، فيك تقلنا شو هي؟ طبعا الترتيلة هي أيها المسيح إله لما أقمت لعازر من بين الأموات حققت القيامة العامة عم. لذلك ونحن كالأطفال نحمل علامات الغلبة والظفر. حلو كتير. نحن بنحمل علامات الغلبة والظفر كأنه لنتهيأ لأسبوع عظيم، أسبوع اللي يسوع عم بيتألم فيه، الرب اللي فات كملك عم بيحس بكل أحاسيس الحزن والألام اللي بتحملها البشرية مثله مثل أي إنسان عادي. نحن بننقل للمساء عنا صلاة الختن الأولى. أول شيء هالثلاث أيام اللي هن أحد المساء، تنين المساء، ثلاثة المساء هن بسمون صلوات الختن، والختن بمعنى العريس المسيح الآتي. شو بنسمع نحن ترتيلة بهيدي الأمسية؟ طبعا الترتيلة يلي بترافقنا بهالأيام الثلاثة هي ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فهو غير مستحق، فانظري يا نفسي ألا تستغرق في النوم ويغلق عليك خارج الملكوت وتسلمي إلى الموت، بل كوني منتبهة صارخة قدوس 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 أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. حلو كتير، ولما بنسمعها رح نسمعها بكرة إن الله راد بحلقة بكرة لحتى ما تتكرر ثلاثة أيام. نعرف أنه كل صلوات الختن كأنه مش عم نعيش ألام الرب يسوع، كأنه الرب يسوع عم بيقلنا انتبهوا لألامكم، أنتو ألامكم الأرضية اللي أنتو غرقانين فيها هي الألم الخطية. عم تدعينا هاي الترتيلة لشو أبونا؟ طبعا بالأسبوع هيدا نحن ما بنسميه الأسبوع الألام أو أسبوع الجمعة الحزينة، نحن بنركز وبنقول انه الاسبوع هذا الاسبوع العظيم. نعم. المقدس، لانه هو مثل رحله بتوصلنا الى قيامه الرب يسوع المسيح. نعم. ما بنركز على الام الرب يسوع المسيح والاناجيل تقطع عليها مرور الكرام، وبتركز على حدث القيامه وحدث الكنيسه اللي هي كنيسه قياميه وبتعيش القيامه. الشيء الاساسي اللي نحن لازم نركز عليه انه نحن هالترتيله ها هو ذا الختن، وكانه هي عم بتذكرنا بأنه نحن لازم ننتظر وصية الرب يسوع المسيح، وقت اللي هو بكلم تلاميذه بيقلن اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في التجارب. فبالتالي الأسبوع العظيم فيه تقريبا كل لاهوتنا وفصل كل يوم بيومه. نحن إذا رفقنا الصلوات بالكنيسة وكأنه نحن منكون عم نتشرب كل تعليم الكنيسة. نعم. عن ألام الرب يسوع المسيح وقيامته إلى أنه نوصل إلى يوم القيامة المجيد. يعني نحن صمنا 40 يوم، وصلنا بعد في عنا 7 أيام أسبوع العظيم. شو عم نعمل فيهم؟ عم ننتظر عرس النفس، عرس نفسنا مع السيد، يعني هالقران إذا بدك تقول الروحي مع السيد، لأنه عم نضلنا منتظرين أنه ناخد الخلاص بمرحلة أو حالة توبة. فينا نفسرها أنه عبور من عبودية الخطية اللي نحن كنا، نحن عم نصوم لحتى نتحرر من عبودية الخطية، كل الإدمانات الغلط اللي عايشينها بحياتنا، لا نوصل للحرية بالمسيح من خلال القيامة. فنصف الليل هو رمز، لما بنقول بهذه الترتيلة ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، نصف الليل هو رمز لشو؟ رمز بركي لأنه الزمن اللي بنحياه مع المسيح، مع المسيح، أو زمن الانتظار اللي قطعناه بالصوم، أو كل حياتنا اللي بدها تكون عايشة بحالة خلاص توبة. طبعا هيدا الترتيلة بتركز على مثل العذارة الجاهلات والعذارة الحكيمات. نحن بنذكرهم بهيدا اليوم بهيدي الأمسية. طبعا. نعم. نحن وكأنه بنذكرهم بالأيام الثلاثة بهالترتيلة، وهالترتيلة ها هو ذا الختن وها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، وهي مأخوذة من هالمثل الإنجيلي. نعم. يلي بيركز أنه كان في 5 عذارة حكيمات حضروا حالهم إلى العرس وحضروا زيتهم. نعم. وبالمقابل في 5 عذارة جاهلات، يعني بدنا نضلنا حاضرين بحالة التوبة الدائمة لحتى ما يجي فجأة الموت ويسرقنا نكون نحن مش مخلصين. أكيد بحسب المثل العذارة الحكيمات بيبقوا ناطرين الرب يسوع المسيح
وقت اللي هو بيوصل نعم. وبيفوتوا معه إلى العرس، ولكن العذارة الجاهلات بيكون ما معهم زيت وبيروحوا تيدوروا وين في زيت وكذا، ولكن بيجي العريس على غفلة نعم. وطبعا وقت اللي هو بيوصل بيلاقي الخمس عذارة هن الحاضرين وساعتها بيفوتوا معه. يعني الجاهلات إذا مثل ما بتشوف أنه الكبرياء تبعهم خليهم يفكروا أنه اللي معهم بزيادة، مش ضروري يعملوا مجهود أكبر ويحضروا حالهم أكثر، مثل ما نحن بأيامنا العادية بنصير نقول خلص صليت اليوم ولا أبانا قبل ما ناموا بزيادة. وهذا الشيء ما بيكفي، لازم نعيش حياة المحبة بحياتنا كل يوم وكل لحظة اللي علمنا إياها الرب يسوع، ونعيش وصاياه حتى اللي قريناها بالإنجيل. فلهيك لازم الانتظار يكون متصف بالتواضع، بالأمانة، باليقظة، بالانتباه، مش عم تخدنا الحياة الأرضية. منجيب سيرة كمان يوسف العفيف بهيدي الأمسية، وليش بدي أفهم أنا أنه منسبق دايما بهذا الأسبوع، يعني اللي لازم ينقرا من قراءات التنين منبلش فيه الأحد المساء، واللي لازم ينقرا التلاتة منبلش فيه التنين المساء. عندك فكرة ليش ترتيب الكنيسة عملت هيك؟ طبعا الكنيسة بتقلب الصباح مساء والمساء صباح. نعم هذا الزمن، الزمن إذا بدك تقول وكأنه نحن عايشين خارج الزمن. نعم. يعني الصلاة اللي نحن بنعملها واللي هي اسمها صلاة الختن، نعم، نحن هي صلاة السحرية، يعني صلاة الباكرة صباحا، نحن بنعملها مساء. عشان هيك الكنيسة وكأنه هي عم تعيشنا بهالأسبوع العظيم خارج الزمن. نعم، نحن شو بنسمع ترتيلة بهيدا بهي الأمسية؟ الخنداق يلي نحن بنرتله بصلاة الختن الأولى هي إنه بنقول فيها إن يعقوب كان ينتحب على فقد يوسف، وذلك الشجاع كان جالسا على مركبته كملك مكرم، لأنه في ذلك الوقت إذ لم يتعبد للملاذ المصرية تمجد عوضا من ذلك من لدن الله. نعم. الناظر قلوب الناس والمانح لهم الأكليل غير البالية. عم نحكي عن يوسف العفيف أو بيقولوا له شعبيا يوسف الحسن، اللي هو ابنه ليعقوب الصغير، واللي اخواته كبوه بالبير ورجعوا بيعوه على مصر، وبعدين الله أكرمه لأنه كان مخلص وأمين وما قبل يغرق بشهوة الخطية اللي عرضت عليه حالة مرته للوزير، فقبل ينسجن تهمته أنه تعدى عليها وهو ما صار هالشي، رفض الشهوة لحتى هو يضل أمين لوعوده للرب، والله أكرمه والفرعون عطاه خاتمه ليصير حاكم بالمدينة، ورجع خلص بيه يعقوب وأخواته. ليش بنذكرهم أولك بهذا النهار؟ شو بدنا نتعلم من أمسولته؟ الأمانة، بدنا نتعلم نضلنا على العهد مع الرب. شو بدنا نتعلم من يوسف الحسن؟ بهاليوم يلي هو التنين العظيم المقدس نحن منقيم تذكار يوسف، وبتسميه الكنيسة يوسف المغبوط الكلي الحسن مثل نعم. ما قلت نعم. وكمان نحن نقيم تذكار التينة يلي لعن الرب ويبسط نعم. يوسف الصديق بيظهر وكأنه ملك على البلاد المصرية نعم. وبيوزع وقت اللي هنن بيكونوا بمجاعة بهديك الفترة من الزمن نعم. بيوزع الخيرات وبيوزع القمح من خزائن مصر حتى هو يفيض من خيراته إلى كل الأرض. روحياً أنا بحس أنه يوسف استعبد بالجسد، ولكن بالروح كانت روحه حرة مش مستعبدة، يعني ضل عنده الموقف تجاه ربنا، موقف صارم وصريح وما بيقبل يساوم فيه بأي شيء بالتأكيد، حتى لو الموت. يعني صورة يوسف وكأنه هي الكنيسة عم تحطها حتى تفرجينا صورة الرب يسوع المسيح المتألم نعم، حتى تذكرنا أنه نفسه هيدا الرب يلي كان مع شعبه بالعهد القديم نعم. عبر أشخاص مثل يوسف وغيرهم هو بنفسه إجا لعندهم حتى يفتديهم على الصليب نعم. يوسف العفيف طبعا مثل الرب يسوع المسيح قطع بمحن كثيرة بألم، ولكن لأنه صبر إلى المنتهى خلص يوسف نعم. وقدر هو أنه يكون رحمة لكل الشعب. والتين اللي يبسط طبعا التين يلي بيلعن الرب يسوع المسيح بحديثه وقت اللي بيكون هو عم يحكي قدام الفريسيين والعشرين، وكأنه هو عم بيقلنا أنه أنتوا حذروا ما تكونوا مثل هالتينة نعم. يلي الرب لعنها لأنه هي ما كان فيها ثمر نعم. بيذكر المثل الإنجيلي أنه الرب وقت اللي هو بيكون ماشي بيطلب انه هو ياكل ثمر وبيكون جوعان، فبيطلع على هالشجره
ولكن بشوفها مليانه ورق اخضر وكذا، ولكن هي ما بيلاقي فيها ثمر حتى هو ياكل. هيدا نحن وكانه وقت اللي صورة. ما رح نجيب اللعنه لحالنا اذا ما عم نعطي ثمار المحبه اللي علمنا اياها يسوع بالانجيل. بالتاكيد، وهيدا هو الانسان المسيحي اللي هو بفعل النعمه وبياتي بثمر جيد. ابونا لكن هلا رح نسمع ها هو ذا الختن اللي بتتردد كثير بالثلاث ايام، مثل ما شفنا عشيه الاحد، عشيه الاثنين وعشيه الثلاثه. ها هو ذا الختن ياتي في نصف الليل، فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، اما الذي يجده متغافلا أبونا. بعد هالترتيل الرائع اللي حقيقة بتدعينا للتوبة، يعني بتخلي القلب من جوا يبكي، يوسف صورة شو؟ طبعا بهاليوم نحن نذكر يوسف يلي كرهوه إخوته وباعوه. يوسف هو صورة للمسيح المتألم، ولكن طبعا هو مثال للأمانة يلي هي شرط للدخول إلى خدر المسيح. مثل ما بيقول هو نفسه: طوبى لك أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح ربك. آمين. أخوتي المشاهدين، نحن بختام حلقتنا بندعيكم أنا والأبونا باسيليوس، كل حدا مظلوم، كل حدا عم بيشوف الحياة عليه، كل حدا عم بيشوف أموره مش ماشية، ابدا ما تترك الرب وتقول انا بصلي انا بصوم ليش عم بيصير معي هيك. بالعكس، خد صورة يوسف اليوم وخد صورة التين اليابسة، شوف هالمقارنة وانت مثلها او عيشها بحياتك، خليها مثال لك بحياتك لحتى توصل مع الرب يسوع لفرح القيامة. مثل ما بيقول الانجيل: طوبى لك ايها العبد الصالح الامين، كنت امينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح ربك. آمين. آمين.